السلام عليكم. نهائي كأس السوبر الفرنسي بين فريق باريس سان جيرمان ضد فريق تولوز. إذا سنتعرف على الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة إن شاء الله للمباراة، مباراة تندريش كأس السوبر الفرنسي النهائي بارك دي برينس، هو الملعب الذي يحتضن المباراة النهائية بين فريق تولوز ضد فريق باريس سان جيرمان. موعد وتوقيت مباراة النهائي بين باريس ضد تولوز مساء الأربعاء 3 يناير 2024 انطلاقا من الساعة 8:45 بالتوقيت المغربي و10:45 بالتوقيت السعودي. ومن المنتظر إن شاء الله نقل مباراة النهائي على قنوات بي إن سبورت. شكرا وإلى اللقاء.